الأستاذ حسن هادي بعكيم، مدير قسم الأنشطة والإعلام التربوي بمكتب التربية والتعليم بإدارية الشهر. أستاذ حسن كيف حالك؟ الحمد لله بخيرين. أعطينا انطباعك للزيارة السنوية لمديرية الشحر بزيارة السيد سالم بن عمر العطاس. في الحقيقة طبعا قبل التحدث عن الانطباع، تأتي هذه زيارة يعني ضمن زيارات الموروث الشعبي الذي تشتهر به حضرموت بشكل عام، وبالأخص مدينة الشحر. فمدينة الشحر في هذا الجانب تعد المدينة التاريخية العريقة التي لها جذور عميقة جدا وبعيدة في هذا المجال. فهذه زيارات لم تظهر في الآونة الأخيرة أو في بل بمئات السنين، هذه الزيارات، ومنها زيارة السيد سالم بن عمر العطاس. طبعا هذه الزيارة تمتد لها لعدة أيام، حوالي أسبوع، بدأت قبل البارحة والبارحة، واليوم طبعا هي تعتبر الزيارة الرئيسية كما يقولون. أستاذ حسن، إيش المعروف اللي يحصل في هذه الزيارة؟ إيش الفعاليات أو إيش الحاجات اللي بتحصل في الزيارة؟ والله حقيقة يعني بالنسبة لهذه الزيارة تعتبر هي زيارة سنوية تشتهر بها مدينة الشحر كما بقية المدن حضرموت بشكل عام، ولكن الشحر تمتاز بخاصية جميلة جدا بهذه الزيارة. طبعا إذا أشرنا إلى الجانب القديم من هذه الزيارة، الزيارة لها طبعا أرث تاريخي قديم، فهي تمتد إلى مئات السنين، ولذلك كانت الزيارة عبارة عن تجمع عائلي، تجمع لكافة الأسر التي تأتي من كل مناحي حضرموت. خذ على بالك، نذكر أنا مثلا أنا في الخمسينات الآن، أنه كان بيتنا العامر الموجود في عيديد يمتلئ بالناس. من هم الناس؟ ليسوا الناس الذين هم البعكين فقط، ولكن الناس طبعا الذين يأتون حتى من جيران البعكين، مثلا في المكلة، في سيئون، في القطن، في الحامي، في الديس. فهذا التجمع يتكرر في عدة بيوت أو أغلب بيوت الشحر. طبعا ماذا أقول لك، يعني الكون معمور كما يقال، يعني تذبح حتى الذبائح في هذه الأيام الجميلة الرائعة، فهي تحمل معنى إنساني، معنى تآلفي، معنى تاريخي، وتعم فيها الفرحة المدينة لمدة أسبوع كامل. وطبعا كما قلت لك، يعني لهذه الزيارة إلى هذا الجانب هناك جانب روحي وديني، فهي طبعا زيارة لأولياء الله الصالحين الذين طبعا أولوا جهود كثيرة في طبعا الإثراء الجانب الديني في هذه المدينة. ولا شك أن الشحر من المدن التاريخية التي لها باع طويل في نشر الدين الإسلامي، بدءا من هذه المدينة وانتشارا إلى أصقاع شرقي آسيا وإفريقيا، وأبناء الشحر طبعا لهم باع طويل. فنقول إنه هذه زيارة ليست مجرد يعني نزهة عابرة فقط، صحيح أنها تتكرر سنويا، ولكن لها ما لها من مردود كما قلت لك عائلي، ومردود حتى المردود الاقتصادي. نحن وفنا الجانب الاقتصادي، فكثير من بياعين كلهم يعملون سوق كما تسمى في بعض المناطق أسواق. نحن سوقنا تأتي في الزيارة، فلو تذهب هنا وهناك تلاحظ الأسواق عامرة، الكل مستفيد. شكرا أستاذ حسن. الله يحفظك. الله يحفظك. يعطيك العافية.